تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعينا الكرام في تحديات صباح هذا اليوم مع هذا سن الثنايا بشعارات أبناء القبائل، حيث تضمن السباق هذا الصباح 16 شوطا في الانطلاقات والتحديات. الشوط الأول الرئيسي ذهب مع مذهل المبارك بسلطان الرفيسة وجاءت بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 28 ثانية، أربع أجزاء من الثانية لتهدي السلامات لأهالي الذيد في أول الأشواط. شوطنا الثاني كانت حاضرة راهية لأحمد بالدحبة بن عاضد المهيري و12 دقيقة 33 ثانية، خمس أجزاء من الثانية توقيتها الزمني. أما الشوط الثالث الشوط الخاص بالثنايا الجعدان المحليات الأصايل كان الموعد حاضرا مع رعد لسعيد بالعصري بالحب العامري 12 دقيقة 32 ثانية، تسع أجزاء من الثانية توقيته الزمني. طوفان طاف بناموس هذا الشوط لمالكة علي بن سعيد بن سالم الرميثي و12 دقيقة 30 ثانية بالوفاء والتمام هو توقيت طوفان. الشوط الخامس وبداية الجولة الثانية العاصفة حاضرة بكل قوة بشعار محمد بن راشد بن حضير من الكتبي والسلامات لأهالي العين، أهالي أيضا الفوعة 12 دقيقة 33 ثانية بالوفاء والتمام هو توقيت العاصفة. شنذارة من انتزعت ناموس الشوط السادس لمالكة سلطان بن علي بن ميرين الكتبي وجاءت بتوقيت زمني مقدار 12 دقيقة 27 ثانية وجزئين من الثانية. أما الشوط السابع فكان الموعد حاضرا مع مياس المبارك من سلطان بن مرخان المنصوري و12 دقيقة 27 ثانية ثمان أجزاء من الثانية هو توقيت مياس. الطاغي ينطلق بناموس الشوط الثامن لمالكة ناصر بن محمد بن سعيد الفلاحي توقيت الزمن 12 دقيقة 33 ثانية بالوفاء والتمام. أما الشوط التاسع وبداية الجولة الثالثة فكان الطيف حاضرة في هذا الشوط لمالكة حمدان بن سالم بن ثعلوب الدرعي 12 دقيقة 29 ثانية وتسع أجزاء من الثانية هو توقيت طيف. مخايل حاضرة مع الشوط العاشر لمنصور بن سعيد بن منانة مع التوقيت الأفضل والأجمل في هذا الصباح 12 دقيقة 21 ثانية 9 أجزاء من الثانية هو توقيت مخايل. أما الشوط الحادي عشر مشاهدينا متابعينا الكرام فتنطلق العين بناموس هذا الشوط لمحمد بن علي بن حماد الشامسي و12 دقيقة 32 ثانية جزئين من الثانية هو توقيت مخايل. الشوط الثاني عشر كان الموعد حاضرا مع الظبي لمالكها سعيد من مصلحة الأحبابي و12 دقيقة 26 ثانية جزئين من الثانية هو توقيت الظبي. الشوط الثالث عشر غازي من انطلق بناموس هذا الشوط لمالكة سلطان بن خليفة الدرعي بدون أي أوامر بدون أي تعليمات 12 دقيقة 31 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية هو توقيت غازي. أما الشوط الرابع عشر فينطلق شاهين بناموس هذا الشوط لسعيد بن سليم بن شويرب العامري 12 دقيقة 28 ثانية خمس أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين. الشوط الخامس عشر شواهين من انتزعت ناموس هذا الشوط لمالك ناصر بن مبارك القصيلي المنصوري والسلامات لأهالي الظفرة طافحة الأمواج جاءت أيضا هذا توقيت شواهين 12 دقيقة 40 ثانية ثلاث أجزاء من الثانية في شوطنا الخامس عشر مشاهدينا متابعين الكرام. أما شوط الختام فتنطلق طافحة الأمواج بناموس هذا الشوط والنقطة الثانية لهذا الشعار شعار الشاعر سعيد بن حمد بن مصلح الأحبابي 12 دقيقة 32 ثانية خمس أجزاء من الثانية هو توقيت طافحة الأمواج. تهانينا والناموس للجميع مشاهدينا متابعين الكرام. إلى هنا نأتي إلى ختام سباق هذا الصباح، تقبلوا تحيات الجميع فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.